ويفتح الله سبحانه وتعالى في الآخرة على بعض الناس بالنعيم والنعم، ويفتح على قسم من الناس العذاب. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، لأن العذاب كأنه مغلق الآن. في يوم الفتح الذي يفتح عليه من النعيم ويفتح عليهم من يفتح على بعض الناس من العذاب، لا ينفع الذين كفروا إيمانهم. أو يوم الفتح يوم الحكم، كما تقول العرب افتح بيني وبين فلان، يعني احكم بيني وبينه. فالفتح ضد الإغلاق، ممكن أن يكون الإغلاق عن من جهة النعم، أغلق الله سبحانه وتعالى عنك من النعم أو أغلق عليك من النقم. ويوم الفتح يعني يوم القيامة الآن يفتح على الناس إما بالنعم وإما بالنقم، ويحكم عليهم إما بالعذاب الأليم إلى أبد الأبد أو بالنعم إلى أبد الأبد.